السلام عليكم. إن شاء الله في هذا الفيديو غنديرو لا ميكرو بيولوجي اس في اس 3 بيان سور. فرا درنا ثلاثة الفيديوهات قبل، اللي مازال ما شافهمش يشوفهم، لأن دابا هذا الفيديو هو المعقول، هو اللي تحط في ليكزام، خصك تفهمو، خصك تحفظ هذا الشيء اللي بنقول لك فيه. دونك نبداو لي على نوتريسيون باكتيريان. دوك البكتيري تحتاجو أنهم ياكلو، باينة. المهم كوم ديفينيسيون شنو هي نوتريسيون باكتيريا؟ قالك لي باكتيري سو نوريس، يعني تي تاعهم ياكلو بحالنا بحالهم. يا اما دي سوبستانس اورغانيك سامبل بحال لي زاسيد اميني، الجلوسيد، زاسيد غرا، الفيتامين، لي زيدروكربور، اي حاجه طاحت لك على بالك ياكلوها هما، سواء مينيرال سواء اورغانيك. تاهما تياكلو السكر، التهنيات، كاين اللي تياكلو الفيتامينات، كاين المهم هكذا تشوفهم في شي سميتو، شي معروف كما تشوفو معايا. فاش تنقول لك سبستانس اورغانيك سامبل، فاش تنقول لك اورغانيك يعني الماده العضويه بحال الجلوكوز، يعني فيها الكربون، فيها ذرات الكربون سي سي تحب سي تري بيان، بحال الجلوكوز على كما عارفوا عارفينو فيه الكربون كما تشوفوا، لي ليبيد بحال الكوليسترول، بحال الاسيد غرا ايتترا، اي حاجه فيها الكربون تاكلوها سي تري بيان، تتسمى وتتسمى ماتير اورغانيك. وكاينين البكتيري اللي تاكلو دي سوبستانس انورغانيك اللي هي مينيرال ما فيهاش الكربون، بحالاش بحال هادو كيما تشوف معايا، بحال لازوت كيما تشوف معايا، النيترات هذا فرا ان او او يعني ما لاصقش مع الكربون اللي هو سي، دونك هادي ماتيغ مينيرال تتسمى كذلك انورغانيك. دونك سي تري بيان، نتمنى تكونوا فهمتوها. هو الشكل ديالو كي داير بيض دير بحال سانيتا. المهم ندوزو دابا اللي هو البوزوان، يعني الحاجيات الغذائيه ديال لي بكتيري، البوزوان تريتيف دي بكتيري. كاينين عندي دو تيب ديال لي بوزوان، يا اما بوزوان اليمونتير، باش نقول اليمونتير يعني كاع لي بكتيري تحتاجو هادشي اللي هو اش سورس دي انرجي، سورس دو كربون يعني مصدر طاقه، مصدر ديال الكربون والمصدر ديال لازوت ان، ومصدر ديال لي زيليمون مينيرو والماء. دونك ما بيناش لي زيليمون مينيرو تما والماء بيخصك حتى الماء، سي تري بيان. فاش تنقول لك دي بوزوان سبيسيفيك، هي شي وحدين اللي تيخصهم هاد لي بوزوان سبيسيفيك اللي هما شكون تيتسمو دي فاكتور دو كروسونس سيغتان، بحال مثلا شي دي فيتامين دي بكتيريا ميمكنش يركبوه مقادو انطلاقا من راسهم، خصهم ياكلوه من شي بلاصه ضروري، مستحيل يقادوه، تيتسماو دي بوزوان سبيسيفيك تنطلقو عليهم دي فاكتور دو كروسونس، طبعا نعرفوهم من بعد. المهم ندوزو للمعقول دابا اللي هما لي بيزوان اليمونتير اللي هي اول حاجه. طبعا الحال لي بيزوان اليمونتير على حسابهم او هما اللي بنبداو في هذا الفيديو ما نديرو بوحدهم، يعني داكشي المعروف عندي بكتيري كاملين خصهم. المهم سولون لا نيتور دي بيزوان نوتريتيف اون ديفيني ديفيرون كاتيجوري دو بكتيري، سو سون لي تيب تروفيك. خصك ترد معايا مزيان، كل بكتيري على حساب المصدر ديال الطاقه اللي تجيبو ولا الماكله اللي تجيبها تنطلقوا عليها واحد السميه معروف على داك التيب كامل، وهادي راه تحط في ليكزام 100% داكشي هو الميكروبيولوجي. ندوزو اول حاجه نبداو بها كما عرفنا في البوزوان اليمونتير، فهي لا سورس دي انرجي، مصدر الطاقه من تيجيبوه. فكاينين لي بكتيري تيجيبو مصدر الطاقه ديالهم من الضوء، يعني من لا ليمير، سواء ليمير ارتيفيسيال شي بولا سواء ناتوريل بحال الشمس، تتسمى دي بكتيري فوتوتروف، يعني فوتو تجيب فوتو يعني فوتون يعني ضوء، تروف يعني هو النظام الغذائي ديالها، دونك عن طريق لا فوتوسينتيز اللي هي التركيب الضوئي، سي تري بيان، اللي هما لي بكتيري فوتوسينتيتيك. فاش تكون فاش يكون عندي هاد الفوتو تروف فيها جوج الانواع، فوتو ليتو تروف يعني لو دونور ديال الالكترون دوريجين مينيرال، مزيان يعني هذاك اللي بيعطيها واحد الالكترون باش تكد الطاقه، فرا اصله معدني مينيرال تتسمى ليتوتروف، ولا كان اورغانيك تتسمى فوتو اورغانوتروف، سي تري بيان. كاينين دي بكتيري تيجيبو هاد الكاتيجوري الثاني، تيجيبو الانرجي عن طريق دي رياكسيون شيميك، تفاعلات كيميائيه تتسماو شيميوتروف، قالوا على هاد السميه تا مهمين. المهم فاش تتكون ديك لا رياكسيون، فاش دير واحد رياكسيون تفاعل كيميائي رياكسيون شيميك، المهم
فاش يكون داك الدونور في ديك الرياكسيون اللي تعطيها الانرجي دوريجين مينيرال تتسمى شيميو، تتسمى شيميو. دونك سي تري بيان، لي توتروف حنت مينيرال نفسها، لي توتروف تفرقوا في فوتو، هنا فوتو حنت تدير الانرجي لومينو، هنا شيميو حنت تدير الانرجي شيميك. سي تري بيان. ولا كان بطبيعه الحال داك الدونور ديال الكترون اورغانيك تتسمى شيميو اورغانوتروف. نتمنى تكونوا فهمتوهم وعرفتوهم وعقلتوا على هاد السميات هادو، كتبوهم باش تعقلوهم مزيان. دونك سي تري بيان، حنا دابا سالينا السورس دينيرجي هادشي اللي فيها. تندوزو لتاني حاجه هي السورس دو كربون. فاش نقول السورس دو كربون يعني لي بكتيري تيخصهم الكربون، تيخصهم الكربون ديك السي. لو كربون قالك ايت ان ليمون نيتريتيف لو بلي ابوندون شي لي بكتيري، يعني كاملين تي لي بكتيري اغلبيتهم تتكونوا من الكربون، من ذره الكربون، الغشاء وداك الشيء العناصر ديالهم الداخليه ديال الخليه ديالهم تتكون من الكربون، داك الشيء علاش يحتاجوه. مزيان. سولون لي سورس دو كربون اون ديستينغ، يعني على حسب لي سورس ديال الكربون، مين تجيب ديك البكتيري الكربون كاين جوج د الحوايج، كاين تنديستينغيو جوج، تلاحظوا واحد جوج سميتو تنميزوهم شنو هما. كاينين لي بكتيري اوتوتروف، يعني شنو هي اوتوتروف؟ خاصكم تعقلوا على السميات تعرفوا الديفينيسيون ديالهم. اوتوتروف هي ان البكتيري لا بروتيكسيون دو توت لا ماتيير اورغانيك نيسيس باغ لا ماتيير مينيرال، يعني بحال قلتي اوتوتروف ما تحتاجش انها تاكل شي حاجه اورغانيك، يعني تاكل الجليكوز ولا الليبيد باش تقد دي غليسيد ودي ليبيد اخرين للخليه، ما تحتاج لا تحتاج هي شي حاجه مينيرال بحال السي او دو باغ اكزومبل، وتقدو وتقد لك كلشي اللي خاصها. ولكن لي روتروف تيخصها الكربون، تيخصها اي لا برودكسيون دو توت لا ماتيير اورغانيك نيسيسيت بار لا ماتيير اورغانيك، هادي خصها مثلا تعطيها الجلوكوز ولا تعطيها، المهم تعطي شي حاجه فيها ماتيير اورغانيك باش تقاد لا ماتيير اورغانيك. اما هادي عطيها الى ماتيير مينيرال وتقاد ليك لا ماتيير اورغانيك اللي هما اوتوتروف وهادو ايتيروتروف. ما تكونوا فهمتوا وعرفتوا التفريق بين هادو بيان. سي تري بيان. ندوزو لحاجه اخرى اللي هي واحد لا واحد سميتو طابلو ريكابيلاتيف. المهم تجمع كل شيء اللي قلت لكم السورس دينيرجي او سوبستر انرجيتيك، واش مينيرال اورغانيك تنسميو لي توتروف، ولا كان اورغانيك اورغانوتروف. سورس دو كربون اللي بحال دابا شفنا، لا كان مينيرال ا اوتوتروف، لا كان اورغانيك راه ايتيروتروف. ما تكونوا فهمتوا هذه القضيه. طيب السورس دينيرجي الا كانت ليمينوزا فوتوتروف، لا كانت شيميك ا شيميوتروف. وهذا الطابلو هذا خصك تحفظو وتعقل عليه، راه طابلو تيجمع لك هادشي اللي قلت لك دابا، الانرجي و لي تيب ديالها، واش السورس ديالها واش مينيرال ولا سميتو ولا اورغانيك، وكذلك السورس دو كربون. سي تري بيان. تما تكونوا فهمتوا هاد جوج حوايج هادو. دابا ندوزو لتالت حاجة اللي هي سي سورس دازوت، مصدر الازوت اللي هو ان. كاين بطبيعة الحال مصادر متنوعة منه، كاين بعدا لازوت اللي تيكون كومبيني يعني ملاصق مع خلايا اخرين تيتسمى لازوت اش، لازوت كومبيني باغ اكزومبل لامونياك ان اش 3 ولا لي سيل دامونيوم املاح الامونيوم. وكاين النيترات اللي هو ان اش 3 موان، وكاين النيتريت ان اش موان 2، وكاين لازوت اورغانيك بحال اللي كاين في لي زاسيد اميني تكون لاصق مع السي. دونك هادو تيتسماو لي فورم دازوت كومبيني يعني ملاصقة مع شي حاجة أخرى. دونك لي بكتيري تيتيليزيو هادشي تيكونسوميو، وكاينين لي بكتيري تيتيليزيو لازوت ولكن واحد النوع د لازوت تيتسمى أزوت أتموسفيريك لي هو غازو كاينين في الجو لي هو إن دو، تسمى إن دو. منين غيجيبوه؟ كاينين لي تيلقاوه ليبغ بحال لي زازوتو باكتور تيتنفسو تا هما لازوت، حنا تنتنفسو الأكسجين هما تيتنفسو لازوت لي هو إن دو بحال هادو كيما تشوفو معايا. وكاينين لي بكتيري اللي تيتنفسو لازوت ولكن ما تيجيبوه، ما تيتنفسوش بحالنا حنايا بحال الانسان ولا بحال هادو، تيتنفسو هما سميتو تيديرو دي باردون تيديرو دي سامبيوز، يعني تعاون مع واحد لي بكتيريات، هاد لي بكتيريات مع تعاون مع واحد لي بلانط نباتات كما تشوفو معايا هنايا. هادي نبتة تتفيكسي لازوت فين؟ في لي غاسين. دونك لازوت كاين عندها في الغاسين يعني في الجذور ديالها، كاينين دي بكتيري تيلصقو ليها في الغاسين ديالها وتبداو تتنفسوا داك لازوت اللي تتنفس ديك سميتها ديك النبته، لان النبته تيدخلوا سميتو من لي غاسين، الاكسجين من الغاسين ديالهم اللي هو لازوت كما تشوفوا معايا. ريزوبيوم، لي بكتيري دي جون ريزوبيوم هما اللي تيلصقوا في لي غاسين،
الريزون معناتها عارفه هو الغاسين كاين ديما بتات عندهم الريزون سو فورم د غاسين. المهم لي غاسين سو فورم د ريزون. المهم تسمو ريزوبيوم سي تري بيان. نوع لي بكتيري راه مرا بيضين هنا تبان تزوم ليكم في ليماج راه بيضين تيبان سي تري بيان. تما تكونوا فهمتوا هاد القضية ديال السورس داجوت نتي جيبوه يا اما كومبيني ملاصق مع شي حاجة اخرى بحال ان اش 3 ولا بوحدو ان اش 2 سي تري بيان. دوزو دابل اخر حاجه هما لي سورس مينيرو يعني المصدر ديال المعادن تيجيبوا لي المعادن ديالهم. كما شوفوا معايا في المعادن فراه متنوعه كاين الكرب كاين الاكسجين لازوت الهيدروجين الفوسفور السفر البوتاسيوم المغنيسيوم والكالسيوم والحديد الفعل. وكل واحد راه في الطابلو بلا ما نقرا لكم باش ما نطولوش الفيديو اشنو الدور ديالو. بحال مثلا الحديد راه كومبوزون دي سيتوكروم اي سيرتان فيروبروتين كو فاكتور بو كيلكو رياكسيون انزيماتيك. المهم تيدخلوا في دي رياكسيون اكسيماتيك. سيتوكروم واحد النوع ديال البيغمون تيكون عند لي باكتيري باش يتلونوا به. المهم انت خدمت في الشين ريسبيراتوار ديال. المهم السيتوكروم تبغى تعرفوه في اس 4 في فيزيولوجي فيجيتال سي تري بيان. تمنى تكونوا فهمتوا هذا الطابلو هذا وقريتوه راه ساهل ماشي شي حاجه مزيان بلا ما تحفظوه كيما هو عقلوا لي على هاد لي زيليمون هاد لي زيليمون والدور ديال شي وحدين بحال الفوسفور وبحال السفر. عندنا لي بكتيري اون باغيور بوزوان دوتر ايون. دونك لي بكتيري ما تحتاجوش هادشي اللي في الطابلو تحتاجو حدا اخرين ولكن بنسبه قليله بزاف. دونك ما تعطيهمش اهتمام تسميهم اوليغو ايليمو وتعاونوهم في دي رياكسيون بحال لا سينتيز ديال زاسيد هادوك بحال سينتيز ديال لي زاسيد نوكليك اكسيتيرا بحالاش بحال المنغنيز. فرقوا بين المغنيزيوم والمنغنيز المنغنيز حاجه واحده اخرى. الحديد انواع اخرين ديال الحديد كاين الزنك الكويفر اللي هو سميتو والكوبالت. نتمنى تكونوا فهمتوا هاد لابارتي ديال النوتريسيون مينيرال. باقي فيها جزء ثاني اللي هو لي فاكتور اخرين سبيسيفيك لي زيليمون سبيسيفيك وغنديرو فيها حتى سميتو التيب ريسبيراتوار بحال داكشي ديال ايروبيو ان ايروبي ستريكت ايروبي فاكولتاتيف داكشي خصكم تفهموه حتى هو راه تيتحط في لي زيكزام. وفي الفيديو الماجي ان شاء الله غادي نديرو. والى اللقاء فيديو القادم الاخر ان شاء الله. كملوا الفيديو حتى الاخر باش تفهم لي تيزرب وباغي يزرب هكاك فراه ما غاديش يستافد وما يفهمش وما يفاليديش. دونك الهدف من الفيديو هو جيت نشرح اون ديتاي وشويه باش تفهم مزيان وباش تجيب نقطه مزيانه. النقطه مزيانه احسن من انك ايد فاليدي نقطه ماشي مزيانه. والى اللقاء.